احنا معاكم بعد الفصل، وفضل عندنا حاجه بسيطه بس الفرحه. ف بعد الساعه ساعه ونص في الفرن، كل شويه كنت بفتح الفرن عشان احط الصوص اللي نزل من الفراخ والمانجا اللي جواها، وبحطها على الفراخ بتاعتي. ودلوقتي هي شكلها كده زي ما انتوا شايفين، شكلها تجنن، وعودكو اكيد طعمها حلو قوي. ولو انتوا هتبصوا على السلطه بتاعتي على الالوان بتاعها كده، احنا عملنا وجبه في السريع جدا، وتابع عندنا الوات للفيسبوك ولصحباتنا على التليفون وللايميلات وكل حاجه في السريع، والاحسن اكل لينا ان شاء الله. شكرا جزيلا.